شوف لما يخزن المصري القديم سواء كان الأطعمة سواء كان استغلال الزجزاج في الأسوار يستغل الأماكن الفاضية يعمل فيها الأفران يعمل فيها ورش تخدم على المنطقة السكنية. صبري يشتغل فنيا بالشكل ده والحرص شديد بيتعامل مع حاجات حساسة جدا. يبقى بيبدأ بمسطرين ثم فرشة وادي ظهور بداية ظهور الآنية الفخارية بهذا الشكل. كم هائل كم كبير جدا من الأواني الفخارية. هنا كان في أصلها إعاشة كان في أدوات كتيرة جدا حياة يومية. Zaten fakat bir sorun yok.